اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. من صلوات قداسه البابا شنوده للعام الجديد، ليكن هذا العام يا رب عاما سعيدا، اطبع فيه بسمه على كل وجه وفرح كل قلب، وادخل بنعمتك في التجارب، واعطي المجربين معونه، وانعم على الكل بالسلام والراحه. جميل ان دي تكون صلاتنا هذه الايام، لكن الأجمل إننا نعرف إيه يساعدنا إن أمنياتنا دي تتحقق. يسعدني أرحب بضيفتي دكتورة إيناس عادل. أهلا بك يا إيناس. أهلا بك يا نرمين. وإحنا على نهاية سنة وبداية سنة جديدة، بنتمنى إنها تكون سنة أفضل من اللي فاتت، تكون فيها راحة أكتر من أتعاب أو ضغطات ضغطنا فيها، مشاكل تتحل، أمور نفسية تعبتنا تتشال من علينا. يعني كل حد عدى في أمور تخصه. إيه ساعدنا إنه الأمنيات دي تكون بتتحقق؟ هو أكتر حاجة تشجعنا إنه الأمنيات دي ثقتنا إنها جوه قلب الله وضمن أشواقه لينا أكتر ما هي أمنياتنا إحنا. لأن هو قال كده، هو قال إحنا جايز أغلبنا حافظين الآية إنه أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يعني هو اللي يتمناه لينا، اللي يحبه لينا، اللي مشتاق له لينا، ان كل سنه تكون افضل من السنه اللي قبلها. يعني متاكدين ان الرب اللي قال كده في كل ضيقهم تضايق، هو حاسس، عارف كل اتعاب عدت فيها، كل مراره جايز عدت عليا، كل الم انا احتملته، حاسس وعارف، وعارف ان انا في اوقات كنت بحس اني جايز زي ما اكون جوه حفره، يعني تعبان ومخنوق ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اطلع منها. هو فعلا ممكن اوقات الواحد بيحس ان هو يعني مخنوق وحاسس كده انه فاقد الامل في بكره، ومش بيبقى حتى عارف يعني بيبقى محصور في الامر اللي بيبقى تعبه. وده بالظبط بالظبط احساس الواحد لو هو في الحفرة. والحفرة على فكرة ده مصطلح كتابي، يعني ده اتذكر كذا مرة في الكتاب المقدس. بس الحفرة بس الرائع بقى انها ما اتذكرتش لوحدها، لكن اتذكر جنبها إلهي العظيم، أبو الرأفة اللي يعرف يطلعني من الحفرة دي. أبو الرأفة؟ أبو الرأفة. انت عارفة الكتاب المقدس طبعا في ألقاب كتير جدا لله في الكتاب المقدس، وكل لقب منهم بيتلامس معايا في نقطة، بيتلامس معايا في موقف، بيتلامس معايا في حالة. بيجي بولس الرسول يقول كده في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس، بيقول إن مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. وأبو الرأفة لما ندرس شوية في كتاب مقدس نلاقي كذا مرة إنه مرتبطة بموضوع الحفرة. يعني مثلا في سفر أيوب يقول إيه؟ يقول يترأف عليه، يترأف طبعا جاية من الرأفة. رأفة دي طبعا معناها حنية، معناها مشاعر فياضة، معناها رحمة، معناها طبطبة. ده أبويا، ده أبو الرأفة يعمل كده معايا. ويقول إيه بقى؟ يترأف عليه ويقول أطلقوا عن الهبوط إلى الحفرة. أهي الحفرة أهي. ليه؟ قد وجدت فدية. هو بيتكلم إنه أطلقوا عن الهبوط، بقدر أطلعه من الحفرة. والمفسرين هنا أبقى أنا يقولوا إن الحفرة دي حفرة الهلاك، حفرة الهلاك بسبب الخطية. بس يقول ليه يقدر أبو الرأفة يطلعني من الحفرة دي بالذات، حفرة الخطية دي؟ يقول لأنه قد وجدت فدية. لأنه لقى فدية، لأنه ابنه الوحيد اتقدم بدالي أنا فدية عشان أقدر أنا أطلع من الحفرة. يسوع اتعلق على الصليب عشان يشيل كل خطية ممكن تكون زلاني، ممكن تكون تعباني. كتير جايز الواحد لما بيقعد يعمل حساب السنة كده، يجي على آخر السنة ويقول له يا رب أنا زعلتك كتير قوي، أنا زعلتك، وعدتك كتير إني مش هزعلك وزعلتك، وعدتك إني مش هدين وقعدت أتكلم عن الناس، وعدتك إني مش هكذب ولما اتزنقت قعدت أحور في الكلام بلغة الشباب، وعدتك إني مش هفكر أفكار وحشة ومش هحسد ومش هغير ومش هعمل حاجات كتير قوي، وبرضه عملتها. وجايز أحس بيأس، وجايز احس باحباط، وجايز احس انه مش قادر اوري وشي ربنا ومكسوف منه جدا. ومن كتر احيانا المشاعر دي لو زادت عليا قوي احس نفسي ان انا وقعت في الحفره، في الحفره، صح. مش حاسس ان انا ليا قبول امام الله، مش حاسس ان ربنا ممكن يغفر لي. لكن يجي هنا يقول لانه قد وجدت فديه، يجي يكمل بعد كده، يجي بقى الشخص ده اللي ابتدى يتحرك ويطلب أبو الرأفة، يقول إنه قد وجدت فدية. بعد ما الرب قال قد وجدت فدية، يقول يغني بين الناس
فيقول قد أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. تاني، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. إنه بسبب يسوع، يعني بسبب إنه بسبب دمه الكريم أقدر، وأنا واقع جوه حفرة الخطية وأنا شايف إنه أنا ما فيش في أمل وأنا شايف إن أنا عكيت الدنيا قوي، ليا إن أنا أرفع عيني ليسوع وأقول له سامحني. ممكن أجي قوي دلوقتي مع داود النبي كده، اللي يوم ما أخطأ رجع لله، رجع وقال له ارحمني كعظيم رحمتك ارحمني، وقال قد أخطأت إلى الرب، وكان رد ربنا إيه؟ قال له والرب نقل عنك خطيتك. يعني ساعات بيبقى وانا واقع في حفرة الخطية بالذات مش بيبقى سهل اني اصدق اني بمجرد ان انا يعني ارجع لربنا واعترف انه يعني بيبقى غفر او صفح وشال الخطية عني. طيب هل تفتكري شعب الله لما كان في العهد القديم يعني في وقت موسى حصل مرة انه غلطوا في حق ربنا تدمروا عليه، فجت عليهم حيات، يقول الكتاب حيات محرقة كانت بتلدغهم، وبحسب ما الكتاب يقول فمات منهم قوم كثيرون رجعوا ربنا قالوا له احنا غلطنا سامحنا احنا اسفين. فيقول كده، انا عايزة اقول بالنص، فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. كل حد كان ساعتها يتلدغ كان ممكن يبقى عليه حكم موت، دي حفرة هلاك بسبب الخطية، كان أول ما يرفع عينه لو مصدق ويرفع عينه للحية المحرقة دي يحيى ما يموتش. ورب يسوع قال إنه إيه؟ كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. إنه يسوع بقى لينا كل حد بينظر بإيمان إنه هو عنده غفران، انه شال خطيتي، ان انا جاي ندمان، بقول لك يا رب سامحني، انا غلطت في حقك، بعترف اني غلطت، مش بقول اني ما غلطتش، انا عارف ان انا غلطان، لكن دمك يطهر من كل خطيه. انا عايزه احكي لك بسرعه قصه بتاثر فيا قوي، يعني ويمكن كل شويه احب افتكرها. هي قصه احد الرهبان معاصرين، يعني هو شاف زي رؤيه، الكلام ده كان سنة 95، يعني قريب جدا بالظبط قريب. الرؤية جايز طويلة شوية وجايز يمكن عشان الوقت هحاول اختصرها اختصارها، يعني الجزء المهم قوي اللي يخصنا انه زي حس ان هو خلاص هينتقل، وزي ملاك الموت جاي وشاف ملايكة وشاف شياطين وشاف نفسه لابس توب أبيض، بس لما بص لقى ان التوب عليه بقع سودة. وبعدين باختصار يعني لقى في باب ناحية الشرق وسامع صوت تسبيح وصوت، يعني هيموت كان يروح بسرعة جري على الباب ناحية الشرق، وشاف باب للغرب وكان طالع منه أصوات نحيب وصراخ وضلمة، كانت الدنيا صعبة قوي. فرايح جري على الباب ناحية الشرق لقى الشياطين بتشده وبتشاور له على البقع التاني. بتشاور له على البقع السودة، وكأنها بتقول له أنه بسبب البقع السودة دي أنت ما تقدرش تروح هناك. بيقول جري في ساعتها صرخت يسوع يسوع، بيقول لقيت نور، لقيت شخص رب يسوع ظهر قدامه بنور بهي ومدد له ايده، ولما مد له ايده لقى انه لسه في اثر الجرح ولسه في دم بينزف، نزلت قطره واحده بس من كف الرب يسوع، نزلت من معصمه، نزلت قطره واحده على التوب بيضته. راح جري لقى الملائكة بيفتحوا له باب، جري دخل على الباب ناحية الشرق، ويحكي بقى يقول ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، بس يجي في الآخر يقول أنا صحيت، بس أنا كان كل اللي جوايا إنه يا رب أنا عايز على طول إنه يكون توبي الأبيض اللي خدته في المعمودية أبيض، يبقى على طول بيتبيض في دم الحمل. وزي ما الكتاب قال إنه شكلهم إيه اللي في السماء، اللي في السماء لابسين ثياب بيض كانوا رائعين، مش الفكرة، الفكرة إنه غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. فأنا نفسي أقول إنه زي ما الرب ليه ألقاب كتير قوي في الكتاب المقدس، إحنا كمان على فكرة كأولاد الله لينا ألقاب. إحنا من ضمن ألقابنا إن إحنا مغفورين الإثم. في سفر إشاعي يقول كده الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. يعني أنا ممكن أجي أعرف نفسي كده ليك يا نرمين في وقت تقولي لي إيناس أنت إزايك أنت عاملة إيه أنت أخبارك إيه، أقول لك أنا مغفورة الإثم،
نعرف نفسنا لبعض ان احنا الشعب المغفور الاثم. انا مغفوره الاثم، ما فيش عليا خطيه، لان انا هايله ما بغلطش ابدا ابدا. انا ممكن احكي لكم انا بعمل ايه، بعمل حاجات وحشه كتير قوي، بس كلنا. بس انا باجي للرب واقول له انه دمك يطهرني من كل خطيه. انت وعدت، انا بعترف اني اخطات، بندم في التراب قدامك وبعترف اني اخطات، لكن انت دمك يطهرني من كل خطيه. وكل يوم بالليل ابيض ثيابي بدم واغسلها في دم الحمام، ويبقى لقبي ولقبنا مغفور الاثم. انا مغفوره الاثم. امين امين. طب ده بالنسبه لحفره الخطيه، بس ممكن تكون في حفره تانية زي الامور النفسيه. يعني لما بتعب نفسيا، مثلا حد جرحني، اتسبت، اتهنت، اتظلمت، الامور دي بتدخلني برضو في حفره. ازاي ابو الرأفة يخرجني منها؟ ابو الرأفة يخرجني منها بمسيره معايا، بسندته، بمعيته، بكلمته، بسنده، بقوته، بايديه اللي تمتد ليا، اللي ممدوده ليا النهارده، وبيقول لي تقبل تحط ايدك في ايدي ولا انا ابو الرأفة اللي جاي امشي معاك الطريق كله. يعني تفتكري حد زي يوسف الصديق، هل اللي عدى عليه كان سهل؟ تخيلي معايا، لو احنا اغلبنا عارفين القصه، يتكره من اخواته. هو ملوش ذنب، كانش ليه ذنب انه ابوه يحبه اكتر منهم، ولا كان ليه ذنب انه ابوه جاب له القميص الملون، ولا كان ليه ذنب ان هو حلم احلام، لكن ابغضوه وباعوه رموه في الاول في البير، وبعدين باعوه للاسماعيليين، وبعدين يروح بعد كده يعيش عبد، وهو ابن العز زي ما بيقولوا، يعيش عبد في بيت فوتيفار، وفي بيت فوتيفار وهو راضي انه يكون عبد، يجي بعد كده تيجي مرات فوتيفار وتتهمه زور، يروح على السجن. وفي كل ده تحسي انه ما وقعش في الحفره اللي هي بتاعت زي ما تقولي الظروف الصعبه، اللي هي بتاعت لما اقع في الحفره بقى تطلع بقى ايه العلامات، انه يا عيني عليا ده، انا ما كانش ليا ذنب في كل ده، انا ده ليه يحصل لي، وايش معنى انا، وكل الكلام المر اللي ما فيش فايده، كل الكلام ده كان ممكن قوي يكون بيطلع من يوسف الصديق. لكن هي فعلا يعني حياه يوسف كانت سلسله من الظروف الصعبه، يعني كانت واحده ورا الثانيه بشكل غريب جدا، بشكل جديد. لكن اللي يقول ان هو ما وقعش في الحفره انه كان ناجح، لان الواحد لو هو واقع في الحفره دي، حفره انه الصعبانيه واني مش شايف امل واني يائس، اليائس لا يمكن ينجح. لكن هو كان في سر رائع وواضح جدا، ما كانتش الفكره ان يوسف الصديق ده شخص هايل، لكن هو كان متجاوب مع الله اللي جاي اللي يجي يقول كده، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الرب ابو الرأفة كان معايا في كل خطوه. انت وقعت هنا انا معاك، انت هتتباع عبد انا معاك، انت في بيت فوتيفار انا معاك، حتى في السجن. يعني في السجن كمان يمكن يشرحها اكتر ويقول كده انه ايه، لما يقول ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا. بصي 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 ابو الرأفة يعمل ايه، بسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. حتى في السجن معاه. بتخيل انه ممكن يكون في وقت تعب، والكتاب يقول انه دخلت في الحديد نفسه، لكن انا بتخيل كده انه كان كل ما يتعب، كل ما يحس نفسه عارفه يقول على شفا حفره هيقع. يرفع عينه بسرعه يقول له انت معايا، انا مصدق ان انت معايا، فين معونتك وفين سندتك. يجي الرب ويسند، ويجي الرب ويعين، لانه ابو الرأفة. طب لو انا يعني ما صدقتش، هل ممكن ما تجيليش المعونه دي؟ هو عايز اقول لك انه ممكن يعني عدم ايماني ممكن يعطل كتير، عدم ايماني انه الرب فعلا يقدر يسندني، يقدر يمد لي ايده، يقدر ينتشلني، يقدر يقف معايا، ممكن يعطل كتير. بس انا نفسي، انا متشجعه الحقيقه على اول السنه، نفسي اشجع كل حد فينا انه لا، احنا هنسمع صوت الرب يسوع، هو بيقول لنا كده ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. احنا هنقول له يا رب احنا لا، احنا هنصدقك، احنا هنتجاوب معاك. وزي ما يوسف الصديق كان متجاوب مع كل نعمه انت بتديها له ومكمل، انت مديني نعمه انا هكمل، مديني نعمه انا هكمل بنعمتك. زي ما كان هو متجاوب، احنا كمان نكون بنتجاوب مع الله، مع ابو الرأفة. طب عملي ازاي احط ايدي في ايد ابو الرأفة ويعني نمشي سوا؟ هو مش طالب اكتر، هو قال كده انه ان سمع احد صوتي، هو واقف على الباب وبيقرع. يعني انا متخيله ان هو جاي في الايام دي في اواخر السنه،
وجاي بيقول لكل حد فينا، ممكن يكون باعت انفيتيشن كده، باعت دعوه زي دعوه الكروت اللي كانت بتجي لنا زمان على الافراح دلوقتي ابتدت تبطل. وباعت بيقول انا حابب امشي معاك السكه من اولها، حابب امشي معاك السنه من اولها، انا ابو الرأفه جاي بعرض عليك انه امشي معاك برأفتي اللي تطلعك من كل حفره، انا جاي وبعرض عليك كده، تحب تمشي معايا، تحب تحط ايدك في ايدي، تحب تعيش معايا مغفور الاثم، تحب تعيش معايا وانت شايف سندتي وانت شايف قوتي وكلمتي بتسندك وبتشجعك. عايزه احكي لك بسرعه عن اخت فرقت معايا قوي. كانت بتقول لي في مره، كانت بتقول لي الظروف كانت ملخبطه قوي مع اولادي، اولادها في سن مراهقه وانت عارفه فالدنيا كانت صعبه قوي، الظروف كانت ملخبطه وكانوا يعني ملخبطين، يعني في توتر جامد قوي بينهم. وبتقولي ما كانتش بس دي المشكله، لكن كانت المشكله كمان ان انا من جوه كنت مضغوطه قوي، لانه كان في زي عارفه اصوات كده جوايا او افكار عماله بتزن جوايا، اصله على فكره الغلط عندك انت اللي ما عندكيش حكمه، انت لو كنت زي فلانه شخصيتك قويه ما كانوش الولاد عملوا فيكي كده، انت فاهمه. فكان الولاد الظروف مدربكه من بره، وانا من جوه تعبانه. قالت لي حتى في الاول كنت مش حتى عارفه اقعد مع ربنا قوي، بس هي كانت شاطره ان هي ما استسلمتش وما سابتش نفسها تقع في الحفره. هي راحت يعني فاقت كده لنفسها وقالت انا هروح لابو الرأفة، وراحت لربنا وقالت له يا رب انت شايف الدنيا من بره صعبه ومن جوه كمان الدنيا صعبه، انا محتاجه لك. فتحت كتابها المقدس قالت له يا رب انا محتاجه لكلمتك. وانا عشان ما انساش الايات انا عايزه اشاركك بالايات اللي هي شاركتني بيها. قالت لي لقيت كلمات ربنا في الكتاب المقدس بتقول انه اذا اكتست في المياه فانا معك، وفي الانهار فلا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك، لاني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك. قالت لي الايه دي انا حافظاها وعارفاها، لكن انا شفت ازاي ان ربنا بكلمته بكلمه منه يقدر فعلا يرفعني. والكلمه دي قالت لي حسيت زي ما تكون ميه بارده جايه على قلبي وسيل من السلام جاي مجرد ما انا قريت الايه وقعدت اردد فيها واقول يا رب ايوه انا مصدقاك، انا انت معايا، انت معايا، انا مصدقاك. والوضع اختلف، لانه اول ما حتى الواحد من جوه بيتشدد ومن جوه بيشد حيله كده ويخرج بره الحفره بيبقى قادر انه يتعامل بشكل افضل وقادر يستقبل المعونه بتاعت ربنا. قالت الوضع اختلف، وفي الاول التغيير حصل من جوه وبعد كده ابتدى التغيير لبره يبان من بره. هو ده ابو الرأفة، ابو الرأفة اللي يقدر يحميني من اني اقع في الحفره، وحتى لو وقعت فيها يقدر يمد ايده ويطلعني. امين امين. ممكن تسالي ايناس بالمعاني اللي باركتينا بيها؟ هو الحقيقه انا حابه فعلا نكون بنصلي، يعني يا ريت نكون بنطلب الله، بنطلب ابو الرأفة. امين. بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. يا ابويا السماوي يا ابو الرأفة، انا بشكرك 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 لانك ليا ولكل حد فينا ابو الرأفة اللي تفدي من الحفره حياتي. اشكرك لانه مكتوب كده الذي يكللك بالرحمه والرأفة. اشكرك لانك فديت من الحفره حياتي. أشكرك من أجل الصليب، أشكرك من أجل دمك الكريم اللي مسفوك عني. أشكرك لأنه ليا أني أجي لك دلوقتي أقول لك رب أنا أخطأت وعوجت المستقيم، ولكن من أجل يسوع أنت لا تجازيني عليه. فديت نفسي من العبور إلى الحفرة. أشكرك اغسلني بدمك الكريم، اغسل ثوبي فأعيش رب فيك ومعاك وبسبب دمك وبسبب صليبك مغفورة الإثم. يا رب أنا بقبل وبصلي وبطلب وبترجاك انك تمسك بايدي. ايوه رب انا بحط ايدي في ايدك يا ابو الرأفة، تمشي معايا طول السكه، تمشي معايا السنه اللي جايه وسنين عمري كلها. تكون يا رب كلمتك يا رب اللي بتبعتها، الترنيمه اللي بتبعتها، الخدمه اللي بتبعتها، انا بفتح كياني كله انه يستقبل رأفتك على حياتي. في اسم الغالي يسوع مع صلوات كل قديسيك اسمع واستجيب، لان ليك كل المجد. امين. أمين أمين. بشكرك جدا يا إيناس وعلى وعد بلقاء في حلقة تانية. أشكرك يا نرمين. هنطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع نكمل. بدوم وبين
كل الهموم، علشان كده بسبحك كل يوم. يسعدني ارحب بضيوفي معانا مدام نيفين. اهلا بك يا نيفين. اهلا بك يا نيفين. دكتوره هاله، اهلا بك يا هاله. اهلا بك يا هاله. استاذ نشأت، اهلا بك يا نشأت. اهلا بك. النهارده كانت بتكلمنا ايناس على ابو الرأفه. قد ايه يعني كان الكلام مؤثر، كان فرق معايا قوي انه لقب الله انه ابو الرأفه اب حنين، لانه الرأفه جاي من يترأف، ودي يعني كانت كل الحنان في الله، وانه احنا لينا لقب ان احنا مغفوري الاسم. فيعني كانوا امرين معزيين لينا انه احنا لينا ابو الرأف، وانه احنا شعب مغفوري الاسم. الحقيقه ده احلى لقب ممكن احنا نستقبل بيه السنه الجديده. ومن هنا من يلا نصلي بنقول لكل احبائنا المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، وده لقب جديد ممكن فعلا زي ما قال الدكتور ايناس، لقب تقول لنفسك انا فلان الفلان المغفور الاسم. استقبل السنه الجديده بالايمان ده وبالرجاء ده. واتكلمنا وشفنا ازاي انه يقول الكتاب لما قالت يترأف عليه لنا اب يترأف علينا، وقالت لنا الايه المباركه في سفر ايوب يترأف عليه وقل اطلقوا عن الهبوط الى الحفره قد وجدت فديه. واحنا يعني ده اللي رب المجد عمله، قال كده في لقاء مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه في المسيح يسوع. ومعنى كلمه فديه بسرعه كده يعني اضافه للكلام المبارك اللي قالته الدكتوره ايناس، فديه يعني هي في يعني ثمن يدفع لتحرير امر او استرداد شيء. يعني زي مثلا حد يؤخذ اسير في حرب
فأسير الحرب ده يدفع فدية عشان يطلق أسره، أو ثمن يدفع لتخطيط الأضرار اللي لحقت بشخص ما أو شيء ما نتيجة مثلا حادث حصل له. ففي الفدية رب المجد يسوع حصل حاجتين دول وبيحصل وحاجات ومعاني كتير تانية، أطلقنا أحرار بعد ما كان علينا حكم الموت واللعنة، أطلقنا أحرار من العبودية ومن عبودية الخطيئة ومن اللعنة، وكمان كل أثار الحادثة اللي حصلت آدم ومن حواء جه رب المجد يسوع فديته افتدانا، لأنه كان بموت واحد أو بخطية واحد دخل الموت إلى العالم، ببر يسوع دخلت لنا الحياة. فده معنى الفدية. ونهاردة عايزين يعني نكون قلبنا مليان بالإيمان ده، من الحفرة وجدنا فدية، سواء حفرة الخطيئة أو حفرة الأحزان أو حفرة الأوجاع. أمين. طيب إحنا عايزين نصلي بالمعاني اللي سمعناها علشان يعني ناخد الخطوة دي، يعني ممكن كل حد كده يصلي دقيقة. اتفضلي يا نديم. بسم الاب والابن الروح القدس إلهي واحد، امين. يا رب بنشكرك انه مع نهايه سنه وبدايه سنه جاي تبارك كل واحد فينا وتقول له اطلق على نفسك كده الكلام اللي انا بقوله، اطلق على نفسك وقول لنفسك انه انا مغفور الاسم، انا ليا لقب جديد السنه دي اني مغفور الاسم. انا بصدق يا رب انا واخواتي المشاهدين كلهم ان احنا مغفورين الاسم لانك انت غفرت اثمنا، انت جيت غطيتنا بدمك. بنشكرك بنشكرك لأن عملك عظيم في حياتنا. باركنا يا رب، بارك كل حد بيسمعنا، بارك كل حد يا رب محتاج أنه يحس كده أن مفيش لوم على ضميره، أنه مغفور الاسم، مفيش شكاية بعد الآن، أنك غفرت كل أثمنا. ليك كل المجد، أمين. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد. نشكرك نشكرك يا أبو الرأفة لأنك بتعلن أنك بتتراءف وتتحنن علينا إحنا أولادك يا رب طول الوقت. أشكرك لأنك في قلبك أنك تكون بتفدينا من كل مرة ننزل كده إلى الحفرة، تفدينا. أيوة وجدنا فدية، وجدنا فدية أنت بنفسك يا رب، جيت علشان تفدينا من كل ضيقة ومن كل أتعاب. يا رب أشكرك علشان حنيتك ديت ورأفاتك ديت تكون بتستعلن لينا حتى وقت الضيق. أشكرك علشان تحملنا وتضمنا كده لصدرك ونكون يا رب في أحضانك بنرتاح مهما كانت الظروف حوالينا. جوه قلبك كده جواك بنلاقي السلام اللي محتاجينه في وسط كل انزعاج واضطراب. أشكرك يا أبو الرأفة، يا إله كل رأفة، لأنك بتتحنن علينا. أشكرك، أمين. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد، أمين. نبارك اسمك ونشكرك، جايين لك مديونين على اللي عملته من أجلنا. أشكرك. جايين لك ممتنين جدا على اللي صنعته، افتديتنا وافتقدتنا. أنت جيت أشرقت علينا رب وإحنا كنا في الظلمة وظلال الموت، وجيت نورت رب حياتنا. نشكرك، مبارك اسمك، لأنه زي ما قلت مبارك الرب إله إسرائيل الذي افتقد وصنع فداء لشعبه. ببارك اسمك يا رب، احنا جايين لك يا رب واحنا وشعبك كله، من فضلك املأ قلوبنا بالرجاء ده، املأ قلوبنا بالايمان ده، املأ قلوبنا بالامل النهارده في اسم يسوع المسيح. اطرد من قلوبنا كل يأس وكل احباط بسبب الخطيه وبسبب تكرارها وبسبب عدم الايمان في غفرانك يا رب. اطلق عنا النير ده في اسم المسيح، احمله وشيله عنا من فضلك. عايزين نستقبل سنه جديده واحنا في ايديك يا رب. نعم، ايدنا في ايد ابو الرأفة، الاله اللي اتحنن علينا وافتدانا. نعم بشكرك وبارك اسمك، حملت عننا كل اللعنة. نبارك اسمك يا رب، اطلقنا النهاردة احنا وشعبك يا رب، املأ قلوبنا. نعم نعم نعم، مبارك اسمك لأنك أنت إلهنا اللي جيت ليكون لينا حياة وليكون لنا أفضل. من فضلك احنا جايين لك نصرخ لك، وكل اللي بيسمعونا النهاردة يصلوا كده يا رب، عايزين حياة أفضل، حياة في الإيمان بيك، حياة في المعية معاك، حياة واحنا مطمئنين وممسكين بيد قوية، واحنا ولو كان في حفر في حياتنا. من فضلك يا رب، من فضلك امسك بيميننا. نعم بشكرك، نختبر رحمتك ونختبر رأفتك ونختبر عملك العظيم اللي جيت تبشر المساكين. نعم وتطلق المأسورين أحرار. أنا جاي لك كل ولادك يا رب المأسورين، نقول لك اطلقنا أحرار، اطلقنا من كل أسر، من كل حبس. مد يدك القوية وانت شلنا، طلعنا من كل حفرة. وبارك اسمك، لك الكرامة ولك المجد، أمين. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد، أمين. بنشكرك يا أبو الرأفة لأنك إله تسر بالرأفة ولا تحفظ إلى الأبد غضبك. أشكرك أشكرك
أشكرك رب لأنه لينا كده تحننات قلبك تكون بتقودنا من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. أشكرك رب لأنه مع بداية السنة الجديدة تكون لينا كده رب كل اللي في قلبك، يكون لينا كل أشواقك يا رب إن إحنا نكون بنحيا حياة أفضل، ده يكون بيتحقق يا رب في حياتنا. أشكرك لأنك أنت ضامن لينا عهد أفضل. أمين. بفكر حضراتكم أنه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي بتظهر قدام حضراتكم، متواصلين كمان على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. سلام المسيح معاكم اخواتي المباركين، ارجو الاتحاد معي بالصلاه لاجل صديقه اسمها منال، وقعت من درج ولديها كسر بالفقره الاولى من العمود الفقري، عمليتها الان، صلوا ليرحمها الاب القدوس لتنجح العمليه، لانه اذا لم تنجح تصبح مشلوله لا قدر الله. يد يسوع معاها قبل ايد الدكتور. امين امين امين. اتفضل يا مشي. امين. الكتاب المقدس بيقول كده: أما أنت يا رب فلا تمنع رأفتك عني، تنصرني رحمتك وحقك دائما. فأنا نصلي من أجل أختنا النهاردة، لأن الرب لا يمنع رأفته عنها. أكيد يكون أختنا اللي طلبت من أجلها، أختنا نفسها لو بتسمع النهاردة، الرب لا يمنع رحمته ولا رأفته، لكن دائما تنصرني رحمتك وحقك دائما يا رب. أمين. أشكرك. أمين. مبارك اسمك. بسم الله والابن والروح القدس لا واحد. أمين. أشكرك يا رب لأنك أبويا، لأنك معايا، لأنك أنت رعية، لأنك أنت سندي، لأنك أنت فعلا مكتوب عنك لا تمنع رأفتك عني، بل رحمتك وحقك دايما ينصروني، دايما يرفعوني، دايما يشملوني، عشان كده جايين لأجل بنتك يا رب في اسم يسوع المسيح. تعالى برأفتك ورحمتك احملها، تعالى من فضلك يا رب أزل كل نتائج الحدث ده يا رب في المسيح يسوع. أشكرك أنك أنت تبدل الأحوال يا رب، أشكرك أنك تلمسها برحمتك وبرأفتك، أشكرك لأنك أنت أبو الرأفة، ترافقها، تكون معها وتسندها، تزيل كل مخاوفها. نعم يا رب أشكرك، لا تخشى من خبر سوء، لا تخشى من خبر سوء، نعم لا تخشى من خبر سوء، لأنك أنت ضامن بكرة يا رب اللي جيت عشان لكلنا معاك حياة ولكلنا أفضل يا رب. طمن بنتك يا رب وكن معها وكن قريب منها من فضلك يا رب، احميها من كل أثار واحميها من المخاوف أنها أبدا يا رب، لكن تقوم يا رب وتنهض يا رب وتقف على رجليها في اسم يسوع المسيح. أنت صانع الآيات والمعجزات، منتظرين آية منك، منتظرين معجزة منك، منتظرين إيدك القوية والقديرة يا رب تلمسها من فضلك، تحيط بيها يا رب. يا سيدنا الرب نشكرك لأنك أنت ملك عظيم، ملك قدير، لأنك أنت أبوها بتحبها، وأشكرك تنصرها برحمتك وتنصرها بحقك دائما في اسم المسيح يسوع. أمين. أمين. الرب يكون بيسيج حواليها ويكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. صلاة من أجل زوجة بخيت لأنها تعاني من ألم في رجليها وهي وغير معروف السبب. تفضل. بسم الأب والابن الروح القدس إلهين واحد. أمين. يا رب جايين النهاردة كده نرفع أختنا، إنك تيجي ترفع عنها كل ألم وكل وجع في رجليها. مكتوب كده الرب يهتم بي. أشكرك يا رب إن النهاردة أنت جاي تقول لها أنا مهتم بيكي جدا. تعالى نصدقك يا رب، تعالى كده أنا وأختي جايين نقول لك بنصدق إنك تهتم بيها وإنك تلمس كده كل ألم وكل وجع ويكون بيروح. بنشكرك يا رب لأنه انت عظيم في كل وقت، زي ما كنت كده بتلمس وتشفي كل مرض في الشعب، تيجي وتلمس أختي لمسة شفاء قوية في اسم يسوع مع شفاعة أمنا العذراء مريم وكل مصاف قدسيك. أمين أمين. احنا معانا اتصال بنت الرب من سوهاج. ألو. أيوة، وصلا ابني بيلتحق، ربنا يوقف معاه وبعث له شغل برضه. معلش ممكن من الأول تاني، حضرتك دلوقتي على الهواء، تفضلي. انا بطلب طلبه صلاه، اول طلبه صلاه، انا حاسه ان جلدي تعبان ومخنوق وبعيد عن ربنا، فعايزه طلبه صلاه، حاسه الحزن اللي فيا ده والكآبة، يعني احس بوجود ربنا معايا وان يديني سلام وراحه. امين يا حبيبتي. امين امين. دي اول طلبه صلاه دي بيتي كله، بس والحزن في الكبد والكآبة اللي انا مخنوقه بيها، يعني نفس السنة الجديدة تيجي ويبقى كنت حاسس حتى السلام وراحة كده. أمين. وعايزة تصلي بجوزي. أيوة.
ربنا يبعت شغل لجوزي ولابني. شغل ماشي. امين. في طلبه تاني؟ لا. طيب. انت طيبه حبيبتي. إيه هنصلي وصلي معانا من فضلك. ماشي. اتفضلي هلا. انت سمعتي إيه هي علشان طيب. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنجيلك كده وبقول لك قادر تكون بتخرج اختي كده من وجه الضيق للرحب اللي لا حصر فيه. يا رب حط ايدك على قلبها، انزع كل حزن. انت جيت علشان تحمل احزاننا، تحمل عنها كل حزن وكل ضيق وكل وجع قلب يا رب، وتديها افراحك. انت جيت علشان يكون لينا افضل حياه، ديها انها تكون بتفرح فرحه الميلاد، فرحه ان انت جيت للارض علشان تخلصها من كل ضيق ومن كل تعب من كل حزن، وتكون ليها مخلص تفرح بيك وبخلاصك كل الايام، وتقول كده في وسط كل الظروف انه افرح بإله خلاصي، افرح بإله خلاصي اللي موجود معايا وبيحبني، اللي بيحمل معايا كل همومي وكل احمالي، اللي مش سايبني ولا لحظه، تكون بتتراءى ليها وتفرح قلبها. يا رب نحط بين ايديك يا رب الزوج والابن، ونقول لك تفتح ابواب بايدك الكريمه، تفتح ليهم ابواب للشغل وللرزق يا رب، ويتملي بيتها بالخير يا رب. بنسال كده الطلبه دي، نقول لك فرحه الميلاد تكون بتاتي على البيت ده، روحي ونفسي ومادي يا رب، يكون خيرك يغرق البيت يا رب نتيجه وجودك، تولد ليهم يا رب في البيت ده، تولد كده في البيت في اسم المسيح يسوع وشفاعه العذراء مريم، تسمع وتستجب. امين. مين مكتوب اراكم ايضا فتفرح قلوبكم. رؤية الرب تفرح القلب. قولي له عايزة أشوفك، قولي له افتح عيني عليك، هتلاقيه بيفرح قلبك، وهتلاقي سلامه كده بيملى كده كل انزعاج وكل يعني أمور ضغطة ويعني خنقة، هتلاقي إن السلام وفرحة الرب لما بيدخلوا كده بيطردوا كده كل وجه الضيق، ويطلقك كده للرحب اللي لا حصر فيه. أمين حبيبتي. بنت الرب متزوجة من 20 سنة وما عندهاش أطفال، اتعالجت كتير وعملت عملية لكن من غير نتيجة. طلبة صلاة بقوة إن الرب يفرحها ويديها نسل من إيده. أخونا من فريق الصلاة دكتور مرقص هيشاركنا الصلاة. تفضل يا مرقص. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع بنشكرك لأنك إله صالح، بنشكرك لأنه لا يعثر عليك أمر، نؤمن أن كل حياتنا فيك، بنشكرك لأنه مكتوب كده أنت أمس واليوم وإلى الأبد، بنشكرك لأنك كنت أمس تقول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم الجيل، بنشكرك لأنك لا تتغير، بشكرك لأنك قلت كده لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. بصلي من أجل بنتك يا رب، بتطلب نسل من إيدك، نسل من إيدك رغم كل الأقاويل اللي بتتقال في الطب، ورغم كل المحاولات، نثق ونؤمن إنك تزيل كل معوقات وتديها نسل مبارك من إيدك في اسم يسوع. بعظمك لأنك أنت أعظم من الواقع، إن كان الواقع بيقول كده لكن أنت أعظم وأنت تستطيع كل شيء. نؤمن ونثق أنك تعطيها نسل من إيدك، تفرح قلبها وتفرح بنتك وتديها نسل وتديها سؤل قلبها، زي ما فرحت حنة أم صمويل وديتها ابن صار قائد لشعبك في اسم يسوع دعا شفاعة كل قدسيك. أمين أمين أمين. صلاة من أجل أمير عنده ورم حميد وعنده عملية. تفضلي يا هلا. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أشكرك لأنه مكتوب كده عليك توكلت يا رب، لا تترك أبدا طالبيك، استلم ابنك يا رب في وقت العملية، يكون سلامك بيملاه، تكون يا رب يحس برفقتك ومعيتك، يطمن يا رب ليك ولوجودك، وتكون إيدك أنت قبل إيد الدكتور، لمساتك يا رب، لمساتك الشافية تكون بتريح قلبه وبتفرحه وتملاه بالسلام يا رب. بين إيديك أخونا، يقوم بصحة وعافية، يقوم وهو فرحان يا رب بيك وبلمساتك اللي حس بيها طول الوقت بتاع العملية.
نشكرك رب لأنك ترافقه طول الوقت. ليك كل الشكر والحمد. أمين. صلاة من أجل بنت الرب أنه يتمجد الرب مع أسرتها ويشددها لأجل تجربة صعبة في الأسرة. تفضل يا نشأ. بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. بشكرك وبارك اسمك انك انت معين، انك انت السند، ان انت يا رب انت الرجاء وانت الامل، انت اللي بعينك شايف كل الامور. سلمك الاسره دي كل تعب وكل امر يا رب متعب، اذا كان في دقيقه انت بعينك وانت بايدك المباركه تنظر اليهم يا رب، تشفق عليهم يا رب. نعم النهارده بنسالك يا ابونا أبو الرأفة، أنت تترأف على أولادك، أنت تشفق عليهم، أنت تتلامس معهم، أنت تنظر يا رب من علو سمائك كده يا رب وترسل معونة وترسل سلام وترسل حل وتخلق شعبك يا رب بالنصرة وتعبر بيهم كل تعب وتعبر بيهم كل أزمة. نعم جايين لك بنقول لك ملناش غيرك، أنت سندنا، نصرخ لك في الضيق، نصرخ ليك فنجدك، نصرخ لك. نعم صرخت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ببارك اسمك يا رب، احنا جايين لك واحنا والأسرة دي وشعبك يا رب. ترأف على ولادك يا رب، يا رب ارحم شعبك يا رب، يا رب تعالى أنير بنورك يا رب. نعم أنت تنير سراج يا رب إلهي، نير ظلمتي يا رب، تعالى نور في كل ظلمة في كل دقيقة في كل أزمة في كل شدة. وحدك وحدك رجعنا. نعم تعالى في اسم المسيح في هذه الأيام يا رب من فضلك، تعالى في هذه سنة الرب المقبولة يا رب، هذه السنة المقبولة المفتوحة اللي ملهاش حد يا رب، اللي هي كل سنة وكل وقت يا رب، تجي علينا في سنة الرب المقبولة على أولادك يا رب. نعم برجاء، وتحول كل حزن وكل ضيق وكل رماد لجمال وتسبيح وفرح يا سيدنا الرب في اسم المسيح. انظر وترأف، املك علينا، تعالى بملكك يا رب، تعالى بملكك يا رب، خلص وانقذ ونجي، لك الكرامه ولكل المجد من الان للابد. امين امين. مكتوب التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. بسال انه لما تعدي بظروف صعبه وضيقه خليها تكون فرصه تكون بتدفعك لربنا، فهتجد الخلاص يعني المادي والمعنوي وكمان الروحي، وده الاهم. فربنا يساعدنا كلنا انه لما ندخل في ضيقه كده ان نكون بنجري على ربنا وهنجد عنده الخلاص. في السنه الجديده يعني ما فيش اعظم واجمل ان احنا نقول الكلام اللي قاله رب المجد يسوع تعالى عنه في اشعياء، لو نادي روح السيد الرب عليا لان الرب مسحني لبشر المساكين. كلنا حافظين الايه دي، لكن هو ده عمل الرب النهارده، يجي في بدايه سنه جديده وفي عيد الميلاد اللي جاي يقول الروح الرب روح السيد الرب علي لان الرب مسحني ابشر المساكين. كل المساكين جاي يبشرهم، بس خلي عندك الايمان ده، خلي عندك التوقع ده، خلي عندك الانتظار ده. النهارده ربنا جاي ببشاره لكل المساكين، ارسلني لاعصب من كسري القلوب، لنادي المسبيين بالعتق، للمأسورين بالاطلاق، لنادي بسنه مقبوله الرب وبيوم انتقام لالهنا. رب جاي عشان ينتقم من اعدائنا، خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، لعز كل النائحين، كل النائحين ينتظروا ويتوقعوا عزاء، لاجعل نائحي صهيون لاعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، رداء تسبيح عوضا عن روح اليائسه، فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد. لكل النائحين والمساكين والمحزونين واللي عندهم تعب وكل في شده، رب جايبه بشرة عظيمة، سنة مقبولة للرب ننتظرها ونمسك في إلهنا ونقول له أنت ملكنا، ندعوك تملك علينا وتيجي بالبشارة دي على حياتنا. إحنا مش هنفقد الرجاء، لكن لنا أمل فيك ولنا رجاء فيك ومصدقين. لأن زي ما قلنا أنه لو ما صدقتش أنا ممكن تضيع مني المعونة اللي جايالي. قول له كده يا رب أنا مصدقك، وكل شعب الرب يقول له إحنا مصدقينك 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 بسنة جديدة، ببشرة جديدة، برجاء جديد، بأمل جديد، بحياة جديدة، بملك علينا، تيجي تملك علينا ملك الحب والرحمة والرأفة والسلام، ملك الشفاء والتحرير، ملك الحرية. أمين أمين. صلاة من أجل رندا لأجل زوجها إن الرب يتدخل في مرضه، من أجل أولادها يتعرفوا على الرب. اتفضلي. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب انت قريب جدا لكل الذين يدعونك
وتسمع التضرع وتخلص يا رب. بنسلم لك إن الأسرة ديت ونقول لك يا رب تعالى تعالى بالمراحم يا رب، تعالى بالرأفات، وتكون بتستعلن كده عن نفسك لكل حد فيهم، وتكون بتحلله يا رب مشكلته يا رب في اسم المسيح يسوع. تكون بتفتح الأبواب وتفتح انت القلوب يا رب، معرفتك تكون بتملى القلوب يا رب. أيوة بنحطهم في ايديك ونقول لك تكون بتتولد يا رب في قلبهم، تتولد في قلبهم. حط ايدك يا رب على العينين تتفتح وعلى القلب يتفتح، ويكون بيستقبل يا رب، يستقبل حبك. اكشف يا رب، اكشف انت على الودان، وسمعهم صوتك وسمعهم كلامك يا رب. استلم كل ظروف حياتهم وتكون فيها بتتكلم يا رب لقلوبهم. افتقدهم يا رب، بنستنى وبننتظر انك تكون بتصنع خطة يا رب لخلاصهم، وتكون يا رب بتعرفهم بنفسك. اسم المسيح يسوع نطلبك يا رب. أمين. بنت الرب من القاهرة، زوجها مريض بورم في الكبد وهيدخل القصر العيني غدا، بتطلب صلاة من أجله. تفضلين فيه. بسم الإب والإبن الروح القدس إلهي واحد أمين. يا رب بنشكرك لأنك أنت تكون معاه كده وهو داخل على العملية. يا رب بنشكرك لأنك ترافقه طول الطريق. تعالى يا رب كده املأ قلبه بالسلام دلوقتي، كل قلق كل توتر يكون بيتشال في اسمك. نشكرك يا رب لأنه مكتوب أنه الرب صخرتي ومنقذي. أنت الصخرة اللي نتسند عليها يا رب، أنت المنقذ، تيجي كده تنقذ ابنك وتنقذ العيلة كلها من كل تعب وكل قلق بسبب المرض. تأتي وتشفي بقوة يا رب، تأتي وتشفي بقوة. نشكرك لأنك عظيم، لأنك أنت زي ما كنت بتعمل زمان أنت موجود النهاردة علشان تعمل برضو مع كل حد تعبان. أشكرك يا رب من أجل أخويا أنه تيجي تلمسه لمسة شفاء قوية في اسمك. يا رب بصلي كده أنه كل قلق وكل توتر وكل تعب يا رب وكل خوف من بكرة يكون بيتشال دلوقتي، يشعر بالسلام، يشعر أنه في حضنك. انت ترافقه يا رب وهو داخل المستشفى. انت تمسك العيله كلها كده يا رب، وتمسك كل واحد من ايده وتقول له انا معاكم، انا جيت. زي ما هو مكتوب كده، الرب معنا، الرب معنا. لكل المجد يا رب لانك قريب وسامع وتيجي ترافقهم طول الطريق بكره، وتفرح قلبهم يا رب في السنه الجديده. نشكرك من اجل فرحه كده بلمسات قويه وبشفاء قوي. امين. مكتوب أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. إحنا بنختار إن إحنا نكون بنصدق الرب، لأنه لما بيقول إنه هو كان بيطوف المدن ويشفي، هو ما زال بيطوف ويشفي وهيفضل يطوف ويشفي. كل الذين لمسوه نالوا شفاء. تعالوا كده بإيمان وبثقة في نهاية سنة وبداية سنة جديدة نكون بنتقدم ونكون بنلمس كده الرب، فننال شفاء للروح وللنفس وللجسد. أم ياسا تريد صلاة من أجل زوجها يجي للرب ويبعد عنه الخطية. أختنا تهاني هتشاركنا الصلاة. تفضل يا تهاني. بسم الآب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. إحنا الصالح بنشكرك، نشكرك من أجل كلماتك. لماذا أنت منحني يا نفسي ولماذا تأمنين فيا؟ تراجي الله. إحنا جايين يا رب بنتراجى وجهك، جايين بنطلب وجهك من أجل ابنك يا رب. انت قلت كده يا رب انه هكذا فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يا رب احنا جايين كده انك ترد ابنك، بنترك وجهك يا رب لأجل ان ابنك يكون بيرجع ليك من كل سكك الخطيه. يا رب اشكرك لانه دي مشيئتك وانه ده على قلبك جدا، وده اللي يكون بيفرح قلبك لاجل حياته ولاجل حياه جديده. يا رب احنا بنسال يا رب وبنطلب وجهك، بنطلب مراحمك انك ترد نفسه ليك يا سيدي الرب. يا رب واحنا على اعتاب سنة جديدة بنسأل من اجل ان تكون يا رب فعلا الايام وصلواتنا وطلباتنا وتضرعنا ليك يكون بيفتح السكة يا رب لتعاملات جديدة. أمين. أمين. وان يكون لي نقلة ويكون لي حياة ابدية، يكون لي حياة النور عوض عن كل ظلمة وعوض عن كل توهان يا رب هو عايش فيه. يا رب احنا بنسأل من كلنا بقلب واحد من اجل النفس ديت النهاردة يكون يا رب فعلا بترد ليك. أشكرك لأنه ده على قلبك، وأشكرك لأنك تريد أن الكل يخلص. أشكرك لأنك بتجهز لي حياة فعلا مختلفة. يا رب إحنا واثقين أنك أنت فعلا بتسمع وتستجيب، واثقين أنك أنت إله الرأفات زي ما علمتنا النهاردة. أشكرك لأجل أنك بتسمع وتستجيب، بنضع طلبتنا مع شفاعات كل طلبات كل القديسين دي كل مجد. أمين.
أمين أمين، الرب يكون بيرد ابنه لي. رفيع يافا هو الشعب يقول أنا عايش في ارتدادهم، أحبهم فضلا. فرب يسمع طلباتنا النهاردة ويشفي ارتداد كل واحد من أولاده، لأن الحب يجذب والحب يشد، الحب يعني ليهم الله محبته، يعني لي الله ليهم الله رأفته ورحمته، يعني ليهم أبوته. أمين. فالحب يشفي. أمين. يشفي الارتداد ولحبتهم فضلا. أمين. إحنا معنا اتصال أخونا فادي من الكويت. ألو 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 ألو، تفضل حضرتك على الهواء. أنا فادي، أنا فادي من قاعدين في ستوكهولم. ستوكهولم ستوكهولم. أنا متزوج في 25 سنة. أيوة. ما كان عندي أطفال، حاولت أدرس مرات أنا أن بالعمليات الأطفال، بس ما كلهم فشلت. بس لمن نقد أمام يسوع ونقول من هو هذا، هو اللي هذا اللي أعطاني طفل بعد 25 سنة، حتى الأطباء قالولي ما ممكن يصير عندك طفل، ما ممكن يصير عند زوجتك طفل، إلى آخر محاولة قالوا ما ممكن ما ممكن ما ممكن. وعندما اكتشفوا أن زوجتي حامل وقفوا مدهشين أمام هاي المعجزة. أشكر رب يسوع، أشكر مريم العذراء، أشكر كل اللي كانوا القديسين واللي هو الصلوات اللي صلوني لحد كافة الأطباء والعلم وقف محتار أمام هذه المعجزات. طبعا ما ممكن يكون شفاء نفسي أو جسدي إذا ما قد يكون شفاء روحي. شفاء نفسي روحيا قبلني أول مرة ابني مني عنده وبعدين أعطاني أطلب ملكوت الله وبذلك يجاب لكم. ألف مبروك وربنا يباركك. يعني أنا اللي قدرت أميزه لأن الصوت كان صعب قوي، أنه بعد 25 سنة أنه الرب أعطاك عطية طفل، صح؟ نشكر الرب، لا يعصر عليه أمر. سمت والدية فادي من الكويت، وليس من الكويت. فادي من الكويت، نشكر ربنا. شكرا. نشكر ربنا وألف مبروك. وإلهنا يعني لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني بنسمع كل يوم عن آيات وعجائب لأنه إلهنا قدير ولا يعصر عليه أمر، والسماء والأرض يزولوا لكن كلمة من كلامه لا تزول. فلما يقول إنه هو لا يعصر عليه أمر يبقى لا يعصر عليه أمر. لما نصدق كده هنشوف آيات وعجائب في حياتنا. ألف مبروك ونشكر ربنا، وربنا يكون بيستخدمك دايما لمجد اسمه. عايزين نبارك فادي، تفضل يا نشأت. جايين نباركك ونسجد لك. ما أعظمك يا يسوع، ما أعظمك يا إله. أشكرك من أجل أنك أنت بتملأ قلوبنا بالرجاء وبالحياة وبالأمل. أشكرك من أجل صنعته مع ابنك. بارك أب ابنك يا رب، وضع إيدك عليه، يكون بركة كل أيام حياته، يكون يا رب في إيدك يا رب، ويكون يا رب لمستك وبصمتك عليه يا سيدنا الرب. لك الكرامة، لك المجد، نعم عظمت العمل معنا فصرنا فرحين. أشكرك لأنك أنت ما زلت تصنع آيات وعجائب. نعم يا رب نؤمن ونوثق على كلام أخونا النهاردة كده، ونقول يا رب فعلا أنت ما زلت تعمل حتى الآن. طمنا وطمن ولادك، طمن كل المحتاجين، طمن كل المنتظرينك يا سيدنا الرب، طمن كل اللي حاطين أملهم فيك يا رب، طمن كل اللي حاطين رجائهم فيك ومنتظرين عطية من إيدك، طمن كل العشمانين فيك، طيب خاطرهم في اسم المسيح يسوع. كل زوجة وزوجة يا رب منتظرين عطية منك يا رب، زي ما فرحت ابنك يا رب فرحهم ابنهم بالرجاء النهاردة. يا رب تعالى بلمسة إيمان النهاردة في قلبهم يا سيدنا الرب، تعالى إمس قلبهم كده واطرح عنهم كل حزن، اطرح عنهم كل يأس، اطرح عنهم كل قلة رجاء يا رب من فضلك، ويكونوا مؤمنين، يكونوا مصدقين، يكونوا منتظرين، يكونوا رافعين قلبهم وعينيهم ليك يا رب. نعم، وانت تعطيهم سؤل قلبهم، بضعهم من إيديك، بصلي لهم من كل قلب. احنا كل المشاهدين يا رب، نعم انت لا يا رب لا تعدم وسيلة. نعم عندك يا رب من الموت
مخارج يا سيدنا الرب، فاوهب ولادك المنتظرينك والنهارده اللي معانا ورافعين قلوبهم وايديهم يا رب في سنه جديده كده يا رب. نعم يقولوا كده قد عزم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. نشكرك ونباركك، منتظرك لانك لا يخزى منتظرك، كل الكرامه والمجد ليك يا رب. امين امين. لا يخزى منتظرك. احنا معانا اتصال اختنا ميري من اسيوط. الو الو، اتفضلي حضرتك على الهواء. الو، مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انا بقيت جالس انا كنت بكلمكم على طول باستمرار عشان ابني اللي كان محبوس في المنيا المشدد. الحمد لله القضيه خلصت، هيتخلص القضيه اخر قضيه يوم 17 واحد ان شاء الله هيطلع بالسلامه، هعمل ضرب الصلاه الجشف قدامه اي حاجه تاني. الف مبروك. ألف مبروك ألف مبروك. الرب صالح، الرب صالح صالح صلواتكم. أيوة أمين أمين. بصلواتنا كلنا، بصلواتنا كلنا لما بنشترك مع بعض كده في الصلاة السماء بتتهز، لأنه إن اتفق اتنين على الأرض منكم في شيء يكون لهما من قبل أب الذي في السماوات. أمين. في طلبة صلاة؟ هو تقريبا عشان ربنا يكمل. ايوه قلب الصلاه يعني ما يبقاش كده، يطلع بالسلامه ان شاء الله. امين امين امين. يطلع بالسلامه وربنا كده يكون بيستلم الايام اللي جايه والعمر اللي جاي كله يكون بيشهد ويكون العمر اللي جاي كله لربنا كده. امين. هنصلي، اتفضلي يا هيله. بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. يا رب بنشكرك ونشكرك جدا لانك عظيم في قوتك وفي قدرتك، عظيم جدا في افعالك. ايوه مستنيين العمر اللي جاي يكون كله كده، نشوف اياتك وعجائبك اللي عايز تكون بتصنعها يا رب لينا احنا اولادك. يا رب بنشكرك على كل اللي صنعته لابنك، نشكرك على كل القضايا اللي خلصتها، ونسال في اسم المسيح يسوع تكون بتكمل الفضله الاخيره يا رب، ويكون بيتشال كل اللي عليه وتكون بتدخله كده على زمن جديد مختلف ما يكونش ليه اي اثر يا رب. القضايا والوقت الصعب اللي فات تكون بتنسيه كل الوقت ده وتدخله كده على سماوات جديده وارض جديده وزمن جديد يكون فيها في السنه الجديده يا رب. بيشوف معيتك ويشوفك وانت بتفتح قصاده ابواب وبتبتدي معاه عهد جديد، عهد افضل، يفرح بيك يا رب وبوجودك في حياته ويقول لك يا رب هفضل ماسك في ايديك العمر كله، هكون ليك ابن وانت تكون لي اب واله وسند ومعين. شفت ايديك اللي خلصتني تكون بتكمل معايا كل ايام حياتي. باسم المسيح بنستودع ابنك بين ايديك يكون في كنفك يا رب وتحت ظل جناحيك طول ايام حياته. امين امين امين. الكتاب كده فدى نفسي من العبور الى الحفره فترى حياتي النور. لما الرب كده يمد ايده وينتشلنا من الحفره في نور بيجي فننتظره، نور المسيح يجي على حياتنا يطرد كل ظلمه، بدل ما كنا في ظلمه الحفره اللي افتدانا ينور حياتنا فنقبل نوره اللي جه بيه علينا عشان نشرك على جالسين في الظلمه وظلال الموت، بس مش بس طلعنا من الحفره. ايوه امين. نفسي كل حد كده واقع في حفره خطيه او في حفره شفقه على النفس يعني يكون بيرفض الوقت دوت انه يكمل في الحفره ديت. كل وقت بقول لنفسي يا عيني عليا وشمعنا انا وانا اللي جرالي ما هي كل الناس، ومش الكلام اللي بنقعد نقوله ده بياخدنا لتحت اكتر وينزلنا في الحفره اكتر وتبقى الدنيا يعني متظلمه ومخنوقه. لكن ارفض الكلام ده كله، احنا لينا ان احنا نكون بنطلع من الحفره، لينا ان احنا نكون بنخرج للرحب اللي لا حصر فيه اللي إلهنا دعينا ليه. لما نطلع من الحفرة هترى حياتنا النور وكل الأمور اللي ضغطانا هتكون بتتلاشى صدقوني. أمين. صلاة من أجل شفاء طفل لسه مولود وعنده مشكلة في القلب، وأيضا صلاة شفاء من أجل مريم. تفضل يا نشفى. مبارك اسمك ونشكرك، زيد إيماننا من فضلك النهارده، زيد إيماننا من فضلك، زيد إيمان
شعبك يا رب والأسرة يا رب اللي بتطلب من أجل ابنها يا رب، زيد إيمانهم من فضلك يا رب. إحنا عايزين أعطيه إيمان النهاردة، نعم يا من جيت عشان تخلصنا، نعم أنت جيت خلاص يا سيدنا، نعم يسوع مكتوب عنه يخلص شعبه من خطاياهم ويخلص شعبه أيضا من ضيقاتهم ومن شدائدهم، فإحنا بنصلي لك من أجل ابنك الطفل ده يا رب من فضلك يا سيدنا الرب. أشكرك إنك تحمله على إيدك المباركة، أزرع الأبدية من تحت. نعم نشكرك، نعم نعم يا رب، انت تحمل ابنك يا رب، تحمل ابنك وتلمسه وتضع ايدك على قلبه من فضلك يا رب. نعم لمسة شفاء، لمسة حياة، لمسة قيامة، نعم مبارك اسمك، لمسة ابراء يا رب. نعم يلي مكتوب عنك بجلدته شفينا، نعم يلي افتدتنا من الموت، نعم يلي خدت عننا لعنة الموت. تعالى تعالى من فضلك يا رب، المس ابنك يا رب، هذا الطفل يا رب، نعم بقوة شفاءك، نعم كانت تخرج قوة لشفائهم، فإحنا عايزين منك تخرج قوة لشفاء ابنك يا رب. مبارك اسمك، نشكرك من أجل استجابتك، نشكرك من أجل تحنناتك، نشكرك من أجل رأفاتك، نشكرك من أجل أنك تسمع لصرخات وطلبات ولادك يا رب. إحنا منتظرينك يا سيدنا الرب، نعم منتظرينك بآية ومعجزة وعمل عظيم ليك يا رب، لك الكرامة ولكل المجد يا رب. أمين. أمين. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم يسوع القادر أن يكون بيخلص كل ضيقات نفسية وجسدية وروحية. صلاة من أجل عاطف يرجع لمراته وسلوى ترجع لجوزها ولكل البيوت المتدمرة. أمين. تفضل من فيه. بسم الإب والإبن والروح القدس إلهين واحد أمين. يا رب بنشكرك لأنه في قلبك أن البيوت بتاعتنا تبقى بيوت مليانة بالبركة ومليانة بالخير، ما يكونش فيها انقسام. نشكرك لأنه مكتوب كده ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان، كل انقسامات جات يا رب على البيوت دي تكون بتتكسر النهاردة. يا رب بنثق فيك أن مع نهاية سنة وبداية سنة جديدة تحصل كده حاجة رائعة في كل البيوت دي اللي طالبة انك تدخل فيها. تعالى ادخل بيوتنا يا رب، ادخل وبارك، ادخل واملك، محتاجين وجودك في البيت. انت الاله القدير اللي تجمع كل زوج وزوجة. ايوة رب احنا بيك كده نقرب لبعض. يا رب اشكرك لانك عظيم في خلاصك، خلص البيوت دي يا رب من كل دمار. بنطرد يا رب في اسمك كل شر من البيوت دي وكل عمل لابليس من البيوت دي. ادخل انت يا رب، ادخل واملك، ادخل واملك يا رب في كل بيت. بنشكرك لان ده في قلبك، نشكرك لانه انت عايز كده يا رب. كل حد النهارده بيطلب كده انه بيته يكون ليك، يكون النهارده بتتحقق الطلبه دي في اسمك يا رب. بنطلب لانك انت عايزها واحنا كمان عايزين كده، وكل المشاهدين اللي طالبين طلبات صلاه من اجل ان بيوتهم يخرج منها الدمار ويكون فيها انت موجود النهاردة، يكون ليهم فرحة بأنك تحقق كده. نشكرك يا رب لأن ده شوق قلبك لكل المجد. أمين. 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 تكون بيوتنا بيوت بركة، بيوت صلاة، بيوت طهارة. صلاة من أجل أولاد المهندس وصفي فرانسيس يرجعوا للرب ويعرفوه ويكونوا أولاد ليه. تفضلي هالة. بسم الله والابن والروح القدس لهن واحد أمين. يا رب بنقول لك لكثرة القوة وكونك شديد القدرة لا يفقد أحد، بنحط ولادك في إيديك ونقول لك لا يفقدوا، لا يفقدوا، قادر تكون بتردهم يا رب فيرتدوا ليك، ردهم ليك يا سيدي الإله، اجذبهم بربط المحبة، اجذبهم بربط المحبة. تعاملاتك يا رب اللي مليانة حب تكون كده بتفتقد قلبهم يا سيدي الإله. يا رب بنوصيك بأولادك، أنت قلت أوصوني ببنية، بنوصيك بأولادك ومفيش حاجة أغلى من أنه نكون بنوصيك عليهم أن هم يعرفوك يا سيد الإله، ترافقهم في زمن الغربة ويكون ليهم مكان يا رب في السماء. أقول لك يا رب يكون ليهم خلاص أبدي، يكون ليهم مكان في السماء، ويكون يا رب حياتهم يعيشوها في مخافتك وفي رضاك يا رب، فيستمتعوا بأيام حياتهم على الأرض وبأيام غربتهم بوجودك يا رب معاهم في كل أمر من أمور حياتهم، في أشغالهم وفي ارتباطاتهم وفي كل الأمور يا سيدي الإله. يا رب أولادك بين إيديك، بننام وإحنا يا رب عارفين أنه أنت سهران عليهم، نستودعهم في إيديك ونقول لك أنت مسؤول عنهم، أنت أبوهم وهم أولادك يا رب، تحطهم في إيدك
نقول لك يا رب منتظرين خير، منتظرين خلاص، منتظرين معرفتك تكون بتملأ قلبهم يا رب. ليك الشكر يا رب والحمد. أمين أمين. رجاء محبة أن تصلوا لي أنا ممدوح وأسرتي لكي المسيح يقبلنا ويلمس إيده يغفر كل شيء عنا، رجاء صلاة باستمرار وشكرا. أختنا هالة من فريق الصلاة هتكون بتشاركنا الصلاة، تفضل يا هالة. بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك ونباركك لأنك أتيت لتكون لنا حياة ويكون لنا أفضل. جايين زي الابن الضال كده رب وبيرجع لك بكل قلوبنا. بنصلي مع أخونا ممدوح وعيلته وبنقول لك وإحنا كلنا ثقة إنك بتقبلنا في كل وقت وبتغفر خطايانا. أنت قلت كده إنه لذتي في بني آدم وبتحبنا وصلت لأجلنا. بنشكرك يا رب انه بتطمن كل واحد فينا وبتقول له كده محبه ابديه احببتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمه. نشكرك لان احنا مقبولين كل القبول عندك لانك كل عندك كل المحبه الابديه لكل حد فينا. بنطلب منك كده وبنقول لك قلبا نقيا اخلق فينا يا الله. عايزينك تكون ملك واله وراعي نثق في شخصك وفي غفرانك وقبولك لينا بكل المجد. امين. طب بيقول كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي في المسيح يسوع الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السلف. متبررين مجانا. شجع أصحاب الطلبة لأجل أولادهم أنه الله قدم حبه قدم فداءه وأحبهم فضلا. فالنهاردة ربي قادر يجذب ويشجع كل الناس اللي حاسه بثقل وواخد خطوه لورا وخد وكشه شويه يمكن ربنا الله قدم الفداء. متبررين مجانا بنعمته بالفداء، الفداء اللي هو بمعناه البسيط كده ان هو ان يموت الفادي بدلا من المفدي. فهو جه النهارده فداني وخد مكاني. فانا النهارده اقول له انا بحط ايدي في ايدك يا من احببتني. هو اللي بدل بالحب قبل ما نجيته. بيحبني زي ما تقول الترنيمه بيحبني مش لان انا حبيته. بيحبني لأنه هو اللي بدأ بالحب قبل ما أنا جيته. أمين. يعني كلنا نتشجع كده ونخلي الحب ده يجذبنا ونفتح قلوبنا ليه. أمين. ونقول يا عز النبي. أمين. أمين. الصلاة من أجل جرجس لأنه في الحبس. اتفضل يا هلا. الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. يا رب مكتوب كده في ضيقي دعوت الرب. وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. أي رب يا حبيبي أشكرك لأنه أنت قادر تكون معاه في الحبس وتخرج من الحبس نفسه. يا رب بنقول لك استخدم كل الأمور اللي بيها تكون بتكشف عن عينين ابنك يا رب على شخصك المبارك يكون بيشوفك وانت معاه زي كده ما كنت مع يوسف حتى وهو في الحبس فكان رجلا ناجحا حتى وهو في الحبس. يا رب قادر تكون بتستخدم كل الأمور وتتراءى لي وتكون بترتب لي حياة أفضل وترتب لي يا رب بعد الخروج من السجن يا رب حياة يكون فيها نجحة مليانة بمعرفتك إيده في إيدك يا رب يكون بيشوفك في وسط الظروف الصعبة في اسم المسيح. تتراءى لي تتحنن تتراءف يا أبو الرافع. أشكرك. أمين أمين. أنا ماريا أطلب صلاة لأخي كوركيس وعائلته أن يشفينا من جميع الأمراض. تفضلي. بسم الأب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. بنشكرك يا رب لأنه لا يعسر عليك أمر مهما كانت الأمراض أنت تقدر تيجي وتشفي وتلمس بقوة. يا رب جايين نقرب منك يا رب زي نازفة الدم اللي قعدت سنين كتيرة مريضة لكن كان جوه قلبها اني لو لمست بس هد بصوبه واشفى. اسكب فينا انا واخواتي دلوقتي رب الايمان دوت ان احنا لمسة منك كده رب تيجي وتشفي. انت عظيم في شفائك، عظيم في محبتك، عظيم في رعايتك، عظيم في امانتك. بنشكرك يا رب وبنرفع كده قلوبنا ونقول لك يا رب مصدقين، مصدقين انك ابو الرأفة، مصدقين انك حاسس بينا، مصدقين انك تيجي وتشفي، مصدقين انك عظيم في كل عملك يا رب. تعال المس وادخل يا رب للأسرة ديت بلمسات شفاء قوية من ايديك لان ايديك حنينة قوي.
نشكرك لأنك عظيم يا رب، ليك كل المجد، مع شفاعة أمنا العذراء مريم. أمين أمين. بنت الرب محتاجة تلبس صلاة من أجلي، إبليس مش سايبني في حالي وبيجيب لي أفكار إلحادية ومش عارفة أتخلص منه. أرجوكم صلوا من أجلي، بقالي أكتر من 6 شهور وبصلي يوميا بدموع بس ربنا مش سامعني، وكل فترة بتعدي بتدمر فيها. أرجوكم، محتاجة صلاة كتير بجد. أخونا صفوت هيشاركنا الصلاة، تفضل يا صفوت. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا رب من كل القلب من أجل أنك أعطتنا السلطان أن احنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أنا بشكرك من أجل كل أفكار الحادية تكون بتتكسر بسلطان اسمك، وحرب الحرب اللي بيشنها عدو الخير على بنتك يا رب تكون بتتكسر بسلطانك يا رب، ليك المجد والكرامة لأنك أنت اديته واديت كنيستك السلطان ان احنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وكل حرب تتكسر علينا بسلطان اسمك، ليك المجد والكرامة لأنك يا رب انت تنصر بنتك في هذه الحرب بشفاعة الملك ميخائيل رئيس جند الرب. نشكرك لأن نيتك خير من ناحيتها، أشكرك لأن تريدها منتصرة، أشكرك لأنك تعلن ليها يا رب محبتك وأبوتك وتطرد عنها كل أعمال العدو النجس الشرير بشفاعة العذراء مريم بشفاعة الملك ميخائيل رئيس جند الرب وكل السمائيين، لكل مجد وكرامة وعزة والسلطان من الآن وإلى الأبد. أمين أمين أمين. ماريا، برتاح لما بسمع وتابع قناة الحرية وبرنامجكم وصلاتكم ليا. طب نشكر ربنا ماريا انك بترتاحي، ويعني اكثري من انك تسمعي كلمة الرب، لانه كلمة الرب بتريح بتفرح بتطمن بتطرد كل انزعاج وكل خوف وكل قلق. فاشجعك انك تكوني بتسمعي برامج كتير، اسمعي ترانيم، اسمعي يعني خليكي في محضر ربنا كتير، هتكوني بترتاحي وبتفرحي. حبيبتي احنا بنرحب بيها باستمرار في برنامج يلا نصلي، تكون دايما معنا وتغددنا كمان بالصلاه. أمين. امين امين. احنا معنا اتصال باسم من القاهره. الو الو، اتفضل حضرتك على الهوا. مساء الخير. مساء النور. ربنا يبارككم ويزيد في خدمتكم ويستخدمكم اكتر واكتر. امين. الله يخليك. كنت عايز بالصلاة من اجل اخويا، عنده ورم ماسك من حوض الميه لحد 3-4 فقرات ولسه واخدين عينه منه امبارح، وبعد 6 أيام أو 5 أيام هيتكرر الدكتور اذا كان الورم ده حميد او لا. امين. هنصلي هنصلي يا باسم. الدكتور مستغرب ان عنده، يعني عنده اخوي عنده نسبه تشنج، والدكتور قال مش هينفع ده، ممكن يروح العنايه المركزه كده ويتبهدل مننا. وبعدين برضه في اخر العينه لما خدوها لقوا صليب مرسوم على ظهره، والدكاتره غير مسيحيين. حتى استغربوا هم المعجزه اللي حصلت. عايزين ربنا يكمل بقى ويمد ايده. امين. ربنا يكمل ويقومه بالسلامة ويكون بيحميه من كل شر وشبه شر. هنصلي وصلي معانا يا باسم من فضلك. تفضل يا نشاط. أشكرك ومبارك اسمك. أشكرك لأنك لنا أمل فيك ورجاءنا فيك. لأنه مكتوب لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد. رجاء البائسين لا يخيب إلى الظهر. أشكرك. ضع في قلوبنا رجاء النهاردة. ضع في قلوب كل المحتين بابنك يا رب رجاء يا رب. ضع في قلوبهم امل فيك، عينين مرفوعه اليك، واحنا جايين معاهم كلهم مع ابنك رافعين ايدينا اليك. نعم، شق السماء يا رب وانزل الينا من فضلك. شق السماء يا رب وتراقف على ابنك. شق السماء يا رب وانزل لابنك يا رب تحنناتك بايدك القديره، انت تخلصه. نعم، من الضيق تحفظه، نعم يا رب ترفعه. نعم يا اللي مكتوب عنك يا رفيع من ابواب الموت. بشكرك، انت موجود، انت حي، انت قريب. احنا بنلمسك، احنا بنشوفك، احنا بنشاهدك. احنا رب مؤمنين مصدقين فيك يا رب، وان كان لنا ايمان ضعيف يا رب لكن انت تقوي ايماننا يا رب. نعم، احنا بنضع ابنك ونستودعه بين ايديك بكامل حالته يا رب. نعم، يسير عليك يا رب، يسير عليك يا رب انك تلمسه، يسير عليك انك ترحمه يا رب، يسير عليك يا رب انك تحمله يا رب على منكبيك يا رب. نشكرك لانه ابنك. نعم، كما ترأف الاب على البنين هكذا يترأف الرب على خير.
تصلي فيه طرف على ابنك يا رب، نضعه بين يديك يا رب، نسلمك الايام اللي جايه، نسلمك كل النتائج يا رب. نعم لا يخزى منتظريك يا رب، ورجاء البائسين لا يخيب، لا يخيب ربها، لان رجائنا في اله قدير، فلا يخيب ابدا رجائنا، فلا يخيب ابدا انتظارنا فيك. نعم لا نخزى ابدا، لا نخزى ابدا، استلم ابنك وحالته، نعم لتكن مشيئتك، نعم لانك صالح والى الابد، رحمتك يا رب، نعم تحيط بابنك يا رب. نعم نسالك يا رب كده معونه من عندك لكل المحيطين بي يا رب، شددهم قويهم وصلي فيهم واملا قلبهم بحضورك يا رب، واملا قلب ابنك ايضا بحضورك يا رب. نعم يا رب اشكرك انك صالح والى الابد، رحمتك. امين امين. احنا معانا اتصال بنت الرب من القاهره. الو الو. ايوه سلام ونعم عليكم. سلام ونعم ليكي يا حبيبتي. انا بنت الرب من القاهره، متجوزه من سنتين ونص ومش معايا اطفال، ورايحه اعمل عمليه حقن مجهري. بس نط صلولي واذكروني في صلواتكم. امين امين امين. هنصلي وصلي معانا، واحنا مصدقين انه الهنا لا يعصر عليه امر، يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. هنصلي وصلي معانا من فضلك. اتفضلي يا نبيل. بسم الاب والابن والروح القدس الهي واحد امين. يا رب بنشكرك من اجل بنتك اللي ترافقها بكره رب كده وهي رايحه علشان تعمل الحقن المجهري، ايديك قبل ايدين الدكتور. عظم عملك معاها، اديها ثمرة كده، ثمرة بطن تفرح قلبها بيها. بنشكرك يا رب لأنك قريب جدا وسامع لطلباتها وحاسس بأشواق قلبها. تستطيع كل شيء يا رب ولا يعثر عليك أمر. فرح قلبها هي وزوجها واديهم نسل مبارك من عندك. يا رب بنشكرك لأنك تباركها في كل ما تفكر فيه. يا رب بنشكرك لأنه ثمرة البطن هي من إيديك، ليك كل المجد يا رب. هتفرح قلبها والنهارده كده انت شجعتنا بحاجات كتيره، ومن ضمن الطلبات اللي شجعتنا بيها كان ابو فادي اللي جاب طفل بعد 25 سنه. فعلا انت موجود، لا يعثر عليك امر. تدي اختنا كده طلبه قلبها وسؤل قلبها، تسمع وتستجيب، ليك كل المجد. امين امين. إيه انا بشجعك يا اختي ان يكون كده اتكالك على الرب وعينيكي على الرب، مش على العملية ولا إنها تكون وسيلة، لكن خلي قلبك يتعلق بالرب وإنه تصدقي إنه هو هيكون بيصنع معاكي مفتخرا وهيفرح قلبك. هي تقريبا نفس الطلبة اللي كانت بعتها، هنفوتها. صلى لابن الرب لشفاء مفصلين لقدمه، محتاج عملية إن ربنا يمد يده ويشفيه. طلبة أخرى يعطيه شغل. أمين. تفضلي يا هلا. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب بنسالك لمسه زي كده ما لمست حماد سمعان في دركاتها الحمى وقامت في الحال وصارت تخدمهم. يا رب بنسال انه تكون بتلمس اخونا يا رب فيقوم كده معافى مشفي بسبب لمسات ايدك. يا رب لينا الايمان اللي زي ما كان كده زمان انه قوه تخرج منك للشفاء، لينا نفس الايمان يا رب، قوة تخرج منك وتشفي، تشفي شفاء كامل يا سيدي رب. وأمين تفتح قصاده الأبواب ويكون بيلاقي يا رب الشغل من عندك ومن إيدك يا رب، يكون بياخد، تفتح إيدك ويكون بياخد من إيدك يا رب. قلوبنا تتعلق بيك يا رب، نرفع عينينا ليك للجبال من حيث يأتي عوني، معونتي هي من عندك يا رب. بنحط أخونا في إيديك، نقول لك يا رب عيني تكون بتتثبت دايما عليك، عيني دايما تتثبت عليك ويثق فيك أكتر يوم بعد يوم. يا رب ننتظر خير، ننتظر خير ورحمة يتبعه أخونا كل أيام الحياة. أمين أمين أمين. إحنا عايزين نصلي لسكة البركة، وقدامنا يعني عدد من الدقائق كده، يعني ممكن كده كل حد يصلي انه الرب يكون بيكمل العمل وينجح، ويعني يطلق القلوب كده تكون بتعطي بفرح وبسخاء علشان احتياجات اخواتنا القديسين، يعني احتياجات يعني لا توسع. عايزين نشجع كل احبائنا برضه اللي بيسمعونا النهارده في مزمور 41 يقول كده، واحنا بنتكلم عن سكة البركة والهدية والعطية اللي منتظرها كل اخواتنا القديسين النهارده
عايزين يفرحوا سنه جديده وعيد الميلاد. الكتاب كده طوبى الذي ينظر الى المسكين. دي البركات اللي ربنا بيوعدنا بيها ونشوفها مع بعض ونسمعها ونشوف الكتاب بيقول ايه. طوبى الذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه، يختبط في الارض ولا يسلمه الى مرام اعدائه. الرب يعدده وهو على فراش الضعف، مهد مضجعه كله في مرضه. دي بركات للي بينظر الى المسكين في يوم الشر، الرب ينجيه يحفظه يحييه يختبط في الارض. دايما العطاء مغبوط هو العطاء والارض. ولا يسلمه الى مرام اعدائه، في نصر على الاعداء. الرب يعدده وهو على فراش الضعف، يمهد مضجعه، يعني كانه الرب يبعث ناس تساعده وتعينه كممرضين وكمعينين. امين. دي بركات العطاء واللي ينظر الى اخواتنا القديسين. طيب ممكن تبتدي يا نشأت وهنصلي بعد كده. اتفضل. اشكرك ونبارك اسمك انك اعطيتنا الامتياز ده يا رب. احنا نكون ننظر الى المسكين والى المحتاج. كرامه ومجد ليك يا رب. اشكرك. افتح قلوبنا من فضلك وادينا رؤيه جديده، ادينا نظره جديده، ادينا حسابات جديده من فضلك. يا رب ساعدنا من فضلك نحسب زي ما حسب اللي انت بتقول يا رب. تكون حساباتنا النهارده مختلفه، تكون لنا حسابات جديده يا رب. نعم. نكنس في السماء ولا نكنس على الارض يا رب. ننظر الى المسكين وناخد البركات دي وننالها يا رب ونفوز بها يا رب، وشعبك يفرح يا رب. نعم. احنا رب اذا كانت قلوبنا مقفوله، اذا كان في قساوه، اذا كان في خوف، اذا كان في رب ملناش جرأه ان احنا ندي كده يا رب. النهارده شجعنا وشجع شعبك وافتح علينا على البركات يا رب. احنا نتبارك وشعبك يتبارك يا سيدنا الرب. نعم. نبارك اسمك ونشكرك لانك انت ايضا بنفسك المسؤول عنهم، وانت بنفسك اللي ترسل ليهم من ترسل، وانت بنفسك اللي تثقل القلوب، وانت بنفسك اللي تبعت يا رب عطيتك ليهم. ده قلبك اللي عليهم واحشائك اللي عليهم. فادينا من احشائك ومن قلبك يا رب، فلا نغلق قلوبنا يا رب ولا نغلق احشائنا ابدا يا رب، لكن افتح قلوبنا على مصراعيها، نشوف الفرحه ونشوف البسمه ونشوف كمان ابتسامه الرضا على وجهك واحنا بنشاركك العمل ده يا رب. ليك الكرامه ولكل المجد. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب بنسالك انك تكون بتكمل يا رب كل الخير اللي في قلبك عايز تكون بتوصله لاخواتنا القدسين يكون بيوصل. انت قلت يا رب انه اللي بيقرض المسكين بيقرض الرب. ادينا وافتح عينينا كلنا يا رب احنا واخواتنا انه نشوف ازاي انه يا رب من خيرك علينا نكون بنقدم لك ونقدم لك انت يا سيدي رب. ايوه من يدك واعطيناك يا رب، ده خيرك اللي انت بعته اللي مليت بيه ايدينا يا رب. هنكون بنقدم لاخواتنا القدسين ونكون بنقف معاهم يا رب في زنقتهم وفي شدتهم وفي امراضهم وفي فقرهم وفي اعوازهم يا رب، ويكون بتتسدد يا رب كل اعواز اخواتنا الكل يا رب. كل اللي عينه اترفعت ليك يا رب وطلبت منك طلبة تكون يا رب بتستجيب وتبارك الكل يا رب، اللي بيعطي واللي بياخد يا سيد. ويكون يا رب داخلين على اوقات كده العيد واوقات تكون فرحة تفرح بيها قلوبنا كلنا يا سيد الرب ببركة العطاء وسخائه في اسم المسيح يا سيدي الإله. أمين. بسم الإب والإبن والروح القدس إلهي واحد أمين. يا رب جاي أشكرك لأنه أنت عايز تدي كل واحد فينا دلوقتي قلبك، تدينا كده أحشاء رأفات، تدينا رب نحس باللي حوالينا وزي ما أنت حاسس بينا. نشكرك يا رب لأنه أنت في قلبك أن كل واحد فينا يبقى حاسس باللي أنت حاسس بيه. يا رب أشكرك لأنك جاي تقول لكل حد من إخواتنا القديسين ما تقلقش، أنا حبعت، أنا حبارك، أنا حمدي إيدي، لأنه مكتوب يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أشكرك يا رب لأنك هترسل فعلة كده في كرمك، هترسل يا رب ناس تعطي وتبقى فرحانة وهي بتدي، وهي عارفة أنه يوم ما هتدي هي كمان هتعطى وتزاد وهتبقى البركة كبيرة. يا رب بشكرك لأن كل حد فينا بيدي بيقف كده ويقول لك يا رب من يدك أعطيناك، أنت باركتنا، مش هننسى خيرك علينا. أيوة يا رب عايزين نفتكر أنه أنت باركتنا بحاجات كتيرة، علمنا إحنا كمان نبارك اللي حوالينا. دي كل المجد يا رب، دي كل المجد. أمين. بسم الإب والإبن والروح القدس نباركك يا رب ونعظمك. نشكرك لأنه محبتك تنسكب في قلوبنا. أمين. تنسكب كده محبتك في قلوب شعبك فيكون بيحب زي ما انت بتحب.
أشكرك أشكرك رب لأنه تدينا كده أنه نكون بنعطي بسخاء زي ما أنت أعطتنا، تدينا كده رب أحشاء رأفاتك وتحنناتك ونظرتك كده لكل حد تعبان ومحتاج ومهموم. ادينا يا رب نكون احنا كمان بناخد يا رب تحنناتك ديت، ونكون يا رب بنفتح قلوبنا ونرحب كده ان احنا نكون بنعطي وبنعطي يا رب كده من كل اللي عندنا، لان من يدك واعطيناك يا رب. اشكرك لانك انت تفتح رب ولا احد يغلق، اشكرك رب لانك انت تثقل القلوب انها تكون بتعطي بسخاء، اشكرك رب لانك انت تسدد بحسب غناك، اشكرك رب لانك انت توصل يا رب لكل اخواتك لانهم اخواتك، لانه انت حاسس بيهم ودريان بحالهم، لانك انت عايز تفرح الكل يا رب. اشكرك 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 رب لانك انت عظيم وصالح. امين. بشكر حضراتكم جدا، بشكرك يا نبين. شكرا. بشكرك يا هالة. بشكرك يا نشأت. عرفنا النهاردة أنه لينا أبو الرأفة، الإله الذي يصر بالرأفة ولا يحفظ إلى الأبد غضبه، ما بيرقاش فرحان ولا مبسوط وأنا قاعد في حفرة الخطية ولا وأنا قاعد في حفرة الشفقة على نفسي. لينا أن احنا نكون بنخرج للرحب اللي لا حسرة فيه، لينا أن احنا نكون بنقرأ في الكلمات الكتاب المقدس وتكون كده بتنير لينا الطريق، وإحنا بنتمسك في إيد ربنا وبياخدنا معاه لقدام. ربنا معكم.